السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا متابعينا وأهلا مشجعينا على مستوى العالم العربي والعالم الأفريقي والعالم أجمع. أهلا وسهلا بكم في حلقة رياضية جديدة مع أخوكم معتز على اليوتيوب، مطلعها حديث الرأي العام والجمهور الكروي على مستوى الكرة المغربية والكرة المصرية والكرة العربية بوجه عام. مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي أقامت بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي على استاد القاهرة يوم الأحد الموافق 4/6/2023، وانتهت بفوز الأهلي المصري بنتيجة 2-1 في المباراة. الهدف الأول جاء في الدقيقة 49 من عمر المباراة، يعني في الوقت الإضافي من الشوط الأول بقدم النجم بيرستاو، ثم يحرز محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، ثم يحرز الوداد المغربي الهدف الوحيد في الدقيقة 85 من عمر المباراة بقدم النجم سيف الدين بهرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي المصري. وبالنسبة للتحكيم هنركن التحكيم خالص على جنب في الفيديو، لأن يوجد هناك حكم فار وأيضا يوجد لجنة حكام بيحاسبوا الحكم دون الأخطاء، سواء اللي أخطأها في حق النادي الأهلي أو في حق الوداد المغربي. من وجهة نظر شخصية كمحلل إعلام رياضي مصر وهنا من داخل قناتي، على الرغم من الاستحواذ الكامل للكرة من جانب الأهلي المصري، إلا أن الوداد المغربي كان أخطر في المباراة على الأهلي المصري، لولا براعة حارس النادي الأهلي المصري مصطفى شبيرة الصد لأكثر من كرتين من جانب الوداد المغربي، لاستطاع الوداد المغربي الفوز بالمباراة على الأهلي المصري بنتيجة أقل حاجة 3-2 في المباراة دي. وأيضا الأهلي المصري ضيع العديد من الفرص سواء من جانب كهربا أو بيرستاو أو حسين الشحات، يعني يعتبر مباراة الفرص المتكافئة بين الفريقين، إلا أنه فرص الوداد المغربي كانت أكثر خطورة على مرمى النادي الأهلي المصري لولا براعة حارس المرمى مصطفى شبير. وأيضا ما ننساش أن كل اللاعبين أدوا في المباراة دي، لاعبين الوداد المغربي وائل حسوني او عطية الله او يحيى جبران وكل اللاعبين بالاضافه المترجي وجونيور وكل اللاعبين بالاضافه لحارس المرمى المتالق الرائع جدا يوسف مطيع، وايضا لاعبين الاهلي المصري قدم مباراه اكثر من رائعه، علي معلول ومحمد هاني وبرسي توا عبد المنعم ومروان عطيه، وايضا بالاضافه الى اللاعب محمود كهربا وحسين الشحات كل اللاعبين. وما ننساش الحارس المتالق الرائع جدا مصطفى شوبير اللي اتصدى العديد من هجمات الوداد المغربي واخطرها هجمتين الدقيقة 40 بقدم النجم حسوني والهجمة في الدقيقة 69 بقدم النجم المترجي. ومن وجهة نظر شخصية كمحلل إعلام رياضة مصر وهنا ومن داخل قناتي، يكفينا فخر أن النهائي عربي خالص بين بلدان عربين شقيقين مصر والمغرب، وفي النهاية الفائز هنقول له لا ألف مبروك والمغلوب هنقول له هارد لك، وهنأجل ألف مبروك للمباراة القادمة اللي هي مباراة العودة النهائية على ملعب محمد الخامس بالمغرب، المقرر إقامتها الأحد المقبل الموافق 11/6 بمشيئة الله تعالى. والمباراة اللي جاية أتوقع إنها تكون حماسية وتكتيكية أيضا بالدرجة الأولى، والمباراة اللي جاية في مباراة الإياب اللي هي النهائية هتكون أروع وأجمل كمان مليون مرة. ويكفينا فخر إن النهائي عربي خالص بين بلدان عربين أشقاء المغرب ومصر، والرسالة الجميلة جدا اللي قدروا إن هم يوصلوها لنا من خلال المباراة، وهي الروح الجماعية والأداء الطيب بين الفريقين الأهلي المصري والوداد المغربي، الفكر العالي والأداء التكتيكي الرائع جدا من جانب المدربين سواء مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر أو من جانب مدرب الوداد المغربي البلجيكي ستيفن فاندربورغ، وأيضا الاستقبال الرائع جدا من جانب الجمهور المصري لجمهور الوداد المغربي. ولو أنت من عشاق الكرة المغربية أو المصرية وحابب تتابع معايا الأخبار الرياضية الجديدة والحصرية أول بأول، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع أطيب تمنيات الكرة المغربية والكرة المصرية بمزيد من التقدم والانتصارات، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.